ايه اكتر مباراة اون حسيت تارجت. ان انتوا ازاي ما كسبناهاش والله من الخمسة اللي ما انا كسبتوهاش؟ شايف ماتشين كان سيراميكا والمحله، يعني انا المحله كسبان 2-1 والحكم مد 6 دقايق الدقيقة الأخيرة والدقيقه 96 كنتوا زعلانين قوي انتوا وعدت، بعد الماتش. يعني الدقيقه 96 وعدت، يعني 96 وكسر، يعني ده خلاص خلصنا. فالكرة في نص ملعب المحل لعبت طويله لونج باس طويل، فالمدافع بتاعنا لو طلعها بس بدماغه في نص الملعب الحكم كان بيعمل كده. يعني رحت له قلت له الوقت عدى، بشتكي له الوقت عدى، قال لي يا كابتن محمد انا لو المدافع بتاعكم طلعها بس كده انا كنت صفرت. لما جه طلعها راحت على الجنب في الايه؟ في ال 18، فبقت هجمه واحده لمين؟ المحل المحل ما يقدرش يصفر صح. وده فير. فجت له كونيه شاطها جت وراح مصفر بعدها، فثانيه جابت فينا جول ضيعت لنا ايه؟ نقطتين نقطتين بدل ما اطلع 2-1. وبداية كمان انطلاقة بدأ الله يعني. ينور عليك، ادي ماتش سيراميكا في الدقيقه 96، الماتش رايح للتعادل واحنا كنا كسبانين 1-0 والدقيقه 96 اوت لينا بنلعبها في نص الملعب، حد ضغط على حمدي علاء خدها راحت علينا بانفراد 18، صلاح محسن جول في الدقيقه 96، ايوه مظبوط فانا خسران هنا نقطه. صح ماتش سموحه نقطتين. كسبان برضو هفوه دفاعيه نقطتين، فانا خسران 6 7 نقط كانوا في ايدي انا، ايوه يعني كانوا في جيبي وانا اللي كسبان وانا الليدنج وانا المستحوذ وانا اللي مضيع وكسبان الماتش رايح في الاتجاه بتاعنا. بما انك مركز وانا عارف قوي في موضوع التحليل ده، انك بتحلل الوضع يعني، ناقشتوا ايه اسباب ان الفوز او التعادل بيضيع منكم في اخر دقايق ده؟ ليه اتكررت 3 مرات تقريبا؟ اتكررت لاسباب معينه، اول حاجه الجزء البدني عندنا مش مكتمل، تاني حاجه الخوف من المركز اللي انت فيه، المخ يعني لعيب الكوره عامه لازم البرين بتاعه المخ بتاعه فريش، طول ما انت المخ ده متخزن حاجات كتيره تعب، يعني تفكير تركيز تشتيت وجزء فيه بدني، ايوه فما بيديش الاشارات لرجليك انك تتصرف صح. ايه كويس، بتلاقي دايما في ديلي في الباص، الباص مش طالع احسن، في مس باص كتير، دايما انت مشوش لان انت مش واقف على رجليك كويس. صح. فالجزء البدني عندنا كان في بعض اللعيبه كتير مصابه، رجع من الاصابه فترات كبيره، وكان في ناس الحته البدنيه بتاعتها بعيد، مش بيلعبوا اساسيين الفتره قبل ما نيجي، ايوه فاحنا جينا لعبناها فمش مكتملين بدنيا كويس، بجانب الجزء الخوف من ان انا المركز 18 في الجدول، فانا لا اللعيبه كلها مضغوطه، كل ما اجيب جون بترجع اوتوماتيك غصب عنك تدافع، فاللي بيدافع وخايف من الحاجه بتحصل له بلغه الكوره، فانت بتدافع تبص تلاقي بتلات جول. الجزء المدرب ده بيشتغل عليه ان لا العبوا كوره حد ياخد العبوا بالسيستم بتاعي ويخسروا، شيلوا الضغوط من عليكم، انا متحمل النتيجه، انا هطلع انا قلت كده لرئيس النادي ان انا متحمل النتيجه، وانا الراجل بترجم له مع اللعيبه، ايوه وانا يعني انا بساعده في الترجمه، فقال اللعيبه كده بيخاف من عليهم او يشيل من عنهم الضغوط. في الاخر جزء التوفيق برضو في عامل كبير جدا، يعني جزء التوفيق انا بقول لك الماتشات اللي انا قلت لك دي انت بتتكلم في 10 ثواني، يعني اللعيب لو ايوه واقف بس مظبوط. مركز 10 ثواني الجيم يطلع عليك خلص. كنتوا على كف عفريت انتوا كمان في اي وقت من الاوقات قبل الفوز على بيراميدز؟ طبعا مش صح. قبل بيراميدز، قبل حتى في ماتش سيراميكا، ما في كل ماتش الاجهزه الفنيه بتبقى نتائج سلبيه مش معاها، الجزء الفني بيبقى يعني الجهاز الفني بيبقى خلاص عارف ان انت خلاص، يعني انت في بتلعب اي لحظة في ممكن ايام يطلع ممكن قرار. ممكن طبعا، ودي شغل المدرب شغلانته او فيها لود كبير جدا، يعني حته عصبيه ونفسيه كبيره جدا، الناس فاكره المدرب ده بياخد ده ارقام كبيره لكن هو عليه لود كبير جدا، صح. انت ده مدرب اولا ممكن في يقعد اسبوعين ويمشي، ممكن يبقى ماضي 3 سنين والنادي ماشيين بعد اسبوعين، شوف شوف العقد ايوه بتاعي ثلاث مظبوط سنين صح. انا ماضي انت ثلاث احيانا سنين ممكن تجدد النهارده وبعد لموسم اسبوعين ونص وبعد ماتش امشي، تروح ماشي. بعد ماتشين ثلاثه اخسرهم الاداره تمشيك، زي ما قلنا ان احنا تغيير مدربين في موسيماني مصر ابرز يعني الاسماء الكبيره مؤخرا، وناس كتيره جدد ومشي. وناس كتيره، فهو على كف عفريت طول الوقت، بيقابلوا مشاكل طول الوقت، مشاكل نفسيه مع اللعيبه، عندي 30 لعيب في سكواد الفرقه تبقى مجمعه لك في بدايه الموسم مثلا، وانا بشوف ان المشاكل بتظهر اكتر للمدربين، انا مش انا من نوع المدربين لو انا بقيت مدير فني احب امسك من اول موسم، انا ما بحبش امسك في نص الموسم، ليه؟ انا جاي للعيبه اللي انا رايح عليها لعيبتي، لان انا جيت في نص الموسم فمش انا اختار لعيبه، اي لان انا في تكوين الفرقه هبقى ليا تارجت معايا في اختيارات اللعيبه، انا اسلوبي ايه فلسفتي صح في اللعب، انا ببني بلعب الطويل بلعب على كونتر اتاك فاجيب ناس سرعه قدام حسب فلسفه شغلي، فانا لو جيت في نص الموسم مش انا مختار لعيبه، جاي في نص الموسم معناها ان الاداره غيرت ليه؟ هل الاداره هتغير والفرقه ماشيه كويس؟ يعني اللوجيك مظبوط منطقي صح. الاداره هتغير فرقه مدرب وهو ماشي كويس؟ لا لا طبعا. بتجيب مدرب عشان الفرقه كانت ماشيه ايه؟ وحش، فانت دايما وانت رايح في نص الموسم بتبقى على فرقه محققه نتائج ايه؟ سلبيه، وحش. فوحشه ده معناها ان عندهم مشاكل نفسيه في اوضه اللبس، عندهم مشاكل مع مين اللي بيلعب ومين ما بيلعبش.